في الامارات العربية المتحدة، زرة الامارات العربية المتحدة، كرة ملعوبة وتوصل كرة مرتدة سريعة ومرتدة سريعة ويحاول سجل الهدف الرابع، يعدي جول 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 زيكلر جول في الوقت بدل الضايع. ما هذا الانتصار لبايرن ميونخ كما حدث تماما في مدريد، حيث سجل 4 اهداف. يتكرر المشهد والسيناريو، ومن كرة مرتدة سريعة استطاع زيكلر أن يتخطى حارس المرمى وأن يسجل الهدف الرابع لبايرن ميونخ. بايرن ميونخ إذن يذهب ليبقى في الصدارة ب10 نقاط وبأهداف كثيرة جدا، 11 هدف سجل. إذن 4-2، كل الأحلام لريال مدريد انتهت، والجميع في قبل هذه المباراة كان يتوقع